عليكم، يعطيكم العافية. حبيت أعلق على الصورة هذه اللي أنا مصورها. أولا كان الموظف منزل راسه وقاعد يلعب بالتليفون، زين. ثاني شغلة، شوف شو مسوي، حاط لي بورتات فاضية عشان أتعبث أنا على راحتي، زين. طب هذا الأمن السيبراني على قولتهم لو يشوفه كذي راح يلطم من اللي قاعد يصير. فاللي يصير انه شوف الأخطاء اللي صارت، طبعا في أخطاء هني وايد كبيرة وايد جسيمة المفروض ما تصير، زين. إمكانية وجود هذيل ايش يسوون؟ يعطوني أنا الصلاحية إني يا إن أدخل فيروس وألعن عن خير الجهاز، أو إن أدخل برنامج هني يدز لي كل البيانات اللي هي موجودة. أنزل برنامج ياخذ لي صور، ياخذ لي سكرين شوت، ياخذ لي أي شيء. هذه شغلة. ثاني شغلة أقدر أسوي له، يعني من أنزلهم بعد برنامج ثاني أقدر أتحكم كمبيوترهم وأنا برا المكان، يعني أكون بالبيت وهم أكيد أونلاين وقاعد ادش واتعبث باللي قاعد يصير معاهم، زين. او انه مش شرط، او انه مثلا اخلي البرنامج يخزن 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 باي وقت اي امر واخذه، لان الوضع عندهم تعيس نفس ما هو صاير، زين. هذه من ناحيه السكيورتي، ها من ناحيه الامن. الامن صفر، هني الامن قاعد نتكلم عنه صفر، زين. الشيء الثاني، الشيء المضحك، الشيء اللي بالنتورك، خليك من الامن ما امن، زين. انت هني كم بورت عندك حق الايثرنت؟ عندك بورت واحد، زين. ليش حاط السويتش؟ انت كم نتواصل؟ شوف خليني اوضح لكم شو اللي مسوي. مطلع النت من نتورك، من اي شيء، حاطيه بالسويتش، مطلع لي واحد من هني ومدي لي هني. زين ليش سويتش؟ ايش تبي بالسويتش؟ وهذا السويتش يسمونه ان مانج، لا سوري، هذا يسمونه مانج ان مانج ان مانج ان مانج سويتش، يعني هذا سويتش ما يتبرمج، مو السويتشات السيسكو وشغلات هذه اللي تتبرمج تقول والله بس البورت فان شغال او شيء كذي. فهذا السويتش هني بس عملية ان تحط له انترنت وطلع لك بورتات انترنت. اذا حق شنو؟ في عندك جهاز ثاني؟ في عندك شيء ثاني غير ان انا كفيروس بدش عليك، او انا قاعد اخترق، يعني انا اذا كنت مو زين اتعبث؟ انت ما سويت لي شيء. اذا الواير هذا نفسه اسحبه واحطه الصوب، يعني لا الاي تي مالهم شغال عدل، لا السكيورتي مالهم شغال عدل، ولا احد عارف شو اللي قاعد يصير. بالاضافه حتى الموظف قاعد هنا منزل راسه ولا يدري عن اللي صار ما صار. هم طبعا حاطين كاميرا حراريه عشان تشوف من اللي مريض او شيء كذي او حاله مرتفعه، اصلا ما قاعد يشوف الشاشه ولا صوب الشاشه. فالوضع كله هني غلط، وهذا احنا قاعد نتكلم عنه. احنا هني عايشين على البركه، عايشين على طيبه الناس، يعني قايلين الناس كلهم زينين، دائما الناس زينين، بس انا احتاط. قلت بروسلي يقول انك تكون محارب بالمزرعة احسن ما تكون مزارع بالحرب، يعني اكون مطمن وهذا واعيش بسلام، بس اذا هذا مو مطمن حد وصار فيني شيء راح اتوهق. فيا جماعة ما ادري اذا المجمع يشوفوني او لا، ما انا قايل اسمه غلط 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 غلط. يعطيكم العافية.